انا مخطوبه بقالنا سنه كده، حاجه غريبه بتحصل، كل ما نيجي ننزل يقول لي اجيب معايا ماي بيست فريند، والموضوع اتطور ان هو بطل يقول لي انا اجيبها، هو اللي بيكلمهم من نفسه يقول لها تعالي. بس وصلنا لدرجه دلوقتي ان حتى لما اجي اركب معاه في العربيه الاقيها هي مثلا بتقعد قدام وانا بقعد ورا من غير بس ما نكمل. يعني ايه بتقعدي ورا؟ يعني ازاي يعني؟ مثلا عشان هي جت الاول، بس برضو حتى لو يعني من الاحترام ان هي تنزل. هو بيسوق ساعات بسرعه فبيقعدني ورا عشان امان اكتر، فاهمه؟ طب والسيت بلت ايه؟ ما عندوش سيت بلت؟ لا عنده، عنده، بس انت عارفه على طول امان اكتر ورا عن قدام. لا 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 ما اعرفش، لا شايفه انه مش طبيعي. لو انت مقتنعه ان ده خوف جوه هاد، يا رب يخاف عليكي اكتر. anyway اخر حاجه بقى حصلت ان احنا رحنا في فالنتاينز داي اون ا ديت، بس هي برده جت معانا وجابنا احنا الاثنين هديه. استغربت الموضوع شويه، بس هو قال لي ان هو بيعمل كده عشان هو بيحبني قوي، فهو عايز ان هو يبسط اللي انا بحبهم. هي لو ابتدت بهديه فالنتاين مش عارفين هيبسطها بعد كده في ايه. هيبسطها بيخرجها، هيبسطها بيقعدها قدام كده.